لو نطلع على تجارب الدول في هذا المجال، هناك دائما ما يعرف بحواضن الأعمال وأيضا الداعمين الذين يقومون ب يعني يكونون حاضنة للأعمال، توجيههم للطريق الصحيح صح من أجل أنه حتى لا يضطر أنه يخسر. لأنه اليوم بالعراق مشكلتنا الكبيرة هي نسبة البطالة. هي تعرفين سنويا احنا دا يدخل عندنا إلى سوق العمل تقريبا 500 ألف شاب، صح وعندنا نسبة بطالة جدا مرتفعة، فما عندنا حل حقيقة سريع غير هي للمعالجة. للمعالج غير هي المشاريع اللي يسموها المشاريع المايكرو أو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، اللي هي نعم المحل الصغير وكذا. مشكلة الأمور اللي دا تصير في هذا الجانب مثل ما ذكرتوا، يعني تشوفين شارع بست أو عشر محلات ملابس، هذه طبعا نتيجة غياب التخطيط. سابقا كانت وزارة التخطيط هي اللي تحدد الأماكن وما هي المحلات اللي مسموح إنه تنفتح هنا أو ما تنفتح هنا، مخصصة لها مخصصة صح. ليش؟ حتى لا يصير خسارة لكل الأطراف، لأن بالنهاية اليوم حجم السوق ثابت، فلما أوزع على أكثر من بائع أو أكثر من مشروع، بالتالي هذا حيؤدي إلى أن الكل يخسرونه. حتى المستهلك راح يكون متشتت بالاختيار. إذا صحيح. كان مثلا بضاعة معينة أو محل معين أو مشروع معين بجانب مشروع آخر، حتى المستهلك راح يكون متشتت، صعوبة أنه يعني يروج أو يأخذ البضاعة اللي هي تنفعه. صحيح، بس بالنهاية هو حيكون يعني الزبون حيشتري، ولكن بدل ما كان أنه يشتري الطرف من المشروع اثنين راح يكون بخسارة، حيكون يضطرون يشترون على ستة، وبالتالي هاي حتؤدي إلى خسارة أصحاب المشاريع وتوقفهم، وهذا الشيء ما نحتاجه احنا. ما اللي يجب أن يكون اليوم أكو أولا تخطيط في معرفة الأماكن وكل محل أنه وين يتبيعون. يمكن حاليا بس الصيدليات مطبق عليه هذا القانون نوعا ما، لازم أكو مسافة تقريبا 150 أو 200 متر بين صح. صيدلية وصيدلية. نعم. باقي المحلات اختفت هذه الموضوع. اثنين، موضوع حواضن الأعمال جدا مهمة، يعني لازم الدولة تبنى وتدعم الجهات اللي تقوم بحواضن الأعمال حتى تكون تهيئهم للدخول لهذا المشروع. ثلاثة، أيضا تنظيم عملهم بشكل واضح. احنا للأسف ما عندنا تنظيم.